السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازور في اللون اليوم وانا جالس كنتغدى كنتفرج ميدي ان تي في، جا واحد الفيديو او واحد الخبر ديال تخلي جاك ما على المنصب ديالو في رئاسه علي بابا. جاك ما هو يعتبر من أغنى أغنياء العالم، هو المؤسس ديال علي بابا. جاك ما يعتبر درس في الصبر، درس في الاجتهاد، درس في عدم اليأس، درس في المثابرة، درس في الطموح، درس في النجاح. فالقصة ديال جاك ما معروفة، السيد كان عايش في واحد القرية فقيرة في الصين، ترفض من عدة وظائف، ترفض كذلك من داك كنتاكي، داك الدجاج ما بغوش يخدموه. إذا بسيد الآن ولا كيمتلك أعظم منصة إلكترونية في التاريخ ديال العالم اللي هي علي بابا. علي بابا منصة إلكترونية ديال تجارة إلكترونية كتدخل سنويا 40 مليار دولار. هاد المنصة هادي ما عندها ولا سلعة، يعني انت مثلا في الصين ولا انت في خارج الصين بديت تشري شي سلعة تمشي لعلي بابا، وهاد علي بابا هي كواحد الوسيط بين التاجر والمشتري. ورغم هذا فهي كتدخل 40 مليار دولار سنويا. القيمة التسويقية ديال علي بابا هي قد الميزانية الألمان، ميزانية فرنسا، ميزانية الإنجليز، ميزانية الطاليان، ميزانية إسبانيا، أضيف إلى هذا اليابان، يعني حتى ميزانية اليابان. يعني شوفوا الحجم ديال هذه المنصة الإلكترونية ديال علي بابا ديال جاك ما. جاك ما تولد سنة 1964، هو بالمناسبة أول صيني يدخل قائمة أغنياء العالم في مجلة فوربيس. الناس اللي كيعرفوا هذه المجلة، المجلة هي اللي كتعطي يعني الترتيب ديال أغنياء العالم. فجاك ما كان أول صيني يدخل لهذا المجلة. الخبر اللي من أجله درت هذا الفيديو هو أن جاك ما فاش وصل ل 55 سنة، يعني في 2019 وصل ل 55 سنة، قرر انه يتخلى على المنصب ديالو ويعيش حياته. هنا تبادر الى ذهني مباشره المسؤولين المغاربه، يعني شوفوا هذا السيد هذا من اغنى اغنياء العالم، الشركه ديالو هو اللي اسسها، قرر انه فاش وصل 55 سنه مشي يتمتع في حياته ويخلي او يفتح المجال لافكار جديده وطاقه جديده وشباب جداد. فأنا هنا مباشرة كما قلت لكم درت واحد المقارنة ما بين هاد العقلية الغربية وما بين العقلية ديال المسؤولين المغاربة. وقبل هذا، قبل جاك ما، كان بيل غيت. بيل غيت هو تخلى على المنصب ديالو ومشى متفرغ لأعمال خيرية. يعني إلا دخلتوا القناة ديال بيل غيت في اليوتيوب غتلقاو كاع لي فيديوهات ديال بيل غيت، كاين يا اما في افريقيا اما في دول الفقيره ديال اسيا كيعاون الناس. جاك ما تا هو صرح انه غادي يدير الاعمال الخيريه، تا هو حياته غادي تفرغها للاعمال الخيريه. فعلاش حنا ما عندناش بحال المسؤولين؟ حنا عندنا مسؤولين، الشركه ماشي ديالو، يعني هو خدام في الملك العام ومتشبش بالسلطه حتى يدخلوه للسبيطار ويديروا ليه الاكسجين، وما كرهش ان المغرب تكون فيه ديانه الفرعونيه، ولا مات يدخلوا معاه دوك الفلوس، يدخلوا معاه دوك الشركات ديالو، يدخلوا معاه دوك الممتلكات ديالو بحال توت عنخ آمون ولا امين حوتب الرابع. ما كرهوش. شوف السيد 55 سنه وقال لهم لا صافي انا بغيت نتبتع بحياتي.
حنا شنو معدل العمري ديال المسؤولين المغاربه؟ كتلقى 70 80 ومازال غابي باغي يزيد تاو. يعني هادشي كله حبا في الشعب المغربي، يعني الناس تايقين في راسهم انهم عندهم ما يعطيو للشعب. كل شويه انانيين وفكروا راسكم شويه، تمتعوا بالحياه شويه. كاين امثله بزاف، بن كيران مثلا، بن كيران مقلع صحه محيب وحلى ليه هنا، رغم انه كيجد 7 المليون للشهر، ما كيدير حتى يزدعير جالس، كيجد 7 المليون ومع ذلك بقى في الحال. علاش خرج من السلطه؟ وديروا مقارنه هنا، واش يعني واش فهمتوا الرساله بغيت نوصل لكم؟ ديروا مقارنه ما بين جاك ما الكافر وبن كيران المسلم، شكون اللي حارس على الحياه؟ وامثله كثيره. هذاك مولا سيرونس اللي باع لاسورانس ديالو ب 1200 ولا ما نعرف 1200 مليون دولار، ما خلص حتى فرانك الضريبه، قال لك حكا راه قانون ديال ان اللي باع الاسهم ديالو ما يخلصش الضريبه. شوفوا عنده شحال ديال الفلوس ومازال متشبت بالسلطه ومازال وزير. وامثله عديده، اللي مدخل بنته للبرلمان، اللي مدخل مو، اللي مدخل اختو. يعني ما هذا التشبت بالسلطه؟ شوفوا السيد حس انه وصل داكشي اللي بغا، صافي بغا يتمتع بحياته، لانه يعني غادي يعيش مره واحده في حياته، مره واحده غادي يعيش، فخصو يتمتع بداك العمر اللي بقى ليه، يتمتع بداك الفلوس اللي جمع. رغم ان هاد السيد هذا فلوسو حلال اكيد، جمعهم من عرق كتافو. وكاين هادو ديالنا، هادو ديالنا فلوس الله اعلم، ومع ذلك لا غاديين زايدين، غاديين زايدين، جمع 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 ومقاتلين على السلطه، وشي يبيع هذا وشي يدير هذا باش يبقى في الحكم. هذاك وزير الرياضه مثلا، وزير الرياضه دابا اللي عليه عندنا الطالبي العالمي هذا، هذا من نهار تزاديت هو وزير، اش قدم؟ شعرو ابيض شاب، سير ارتاح شويه، ارتاح ارتاح، دوك الفلوس اللي جمعتي سير تبرع بهم شويه، سير لا بيسين، سير لا بلاج، سير الغابه، الى عطاك الله دير شويه الخير بحال جاك ما وبحال بيل غيت. ولكن لا، فالسؤال مطروح، علاش حنا عندنا هذه العقليه هذه؟ علاش المسؤولين ديالنا عندهم هذه العقليه؟ وعلاش الغرب عنده هذه العقليه؟ واش شي مرض؟ انسان في عمره 60 عام راه صافي، راه كيقول راه خدم اللي قسم الله، خصو يمشي يرتاح شويه، يمشي يتمتع شويه بالحياه. مازال هو زايد، واش هادو واش مرض نفسي؟ فعلا سؤال مطروح. وهنا الكره خصنا نرميوها الناس ديال الجامعه، ماشي الجامعه الكرويه ولكن الجامعه ديال بصح، الناس اللي مختصين في علم النفس، خصهم يديروا شي بحث ولا شي دكتوره على هادشي، على العقليه ديال المسؤولين المغاربه، واش مرض نفسيين ولا عندهم شي خلل في الدماغ ولا شي حاجه من هادشي. وعلاش الغرب لا؟ علاش بحال دابا جاكما مثال، جاكما 55 باقي شاب 55 سنه، قال لهم انا بغيت نمشي للبحر، بغيت نتمتع، بغيت ندير شويه الخير. هذاك اكبر برلماني في المغرب يمكن، داك شحال عارف عمره 90 عام ولا ما عرفتش شحال، عالم استفهام كبيره. هذا الموضوع خصنا نناقشوه، خصنا الاطباء النفس يعطيونا واحد الصوره على الحاله النفسيه ديال المسؤولين المغاربه اللي كيتخاراو وكيموتوا على الحكم وكيموتوا على السلطه. تحياتي لكم اخواني، ونعاودوا فيديو جديد. شكرا.